محمد 22 سنه ترم تالت في معهد الدراسات التقنيه المهنيه في مجمع خان الصناعه. انا مشاركه في مسابقه صناعه الالكترونيات. انا اخترت ان اختار اشارك في المسابقه دي عشان اختبر قدراتي او اللي انا وصلت ليه في قسم الميكاترونكس اللي انا فيه في المعهد. فدي شفتها يعني فرصه كويسه ان انا اختبر المعرفه اللي عندي بالميكاترونكس. وانا كنت حباه صراحه من قبل ما اجي المعهد. فانا سالت قالوا لي في اصلا قسمين ميكانيكا وميكاترونكس، فاخترت الالكترونيات هو يعني الدراسه اللي انا حباها. بحاول اطلع بمركز يعني، بس هو هدفي اصلا ان انا اختبر مستوايا في الالكترونكس واصل لفين عشان لو قليل انميه. ان شاء الله خلص، وان شاء الله باذن الله يعني معروض علينا اصلا شغل في شركات بره زي بي ام دبليو وشركات انترناشونال يعني، فان شاء الله خلص واشتغل في شركه منهم يعني. والله انا حابه المجال من زمان يعني، وكنت متعوده اشوف كورسات واحاول اتعلم فيه، فلقيت ان حاجه كويسه ان الحاجه اللي انا بحبها تكون هي الحاجه اللي انا بدرسها يعني.